العد التنازلي لموقعة ديربي العاصمة بين اتحاد الجزائر وجاره المولودية برسم الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى انطلق من خلال الشروع في عملية بيع تذاكر قمة هذا السبت، والتي من المنتظر أن تلعب خلف شبابيك مغلقة بالنظر للقاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها الناديان العاصميان. يا اخو الحمد لله تيكيات راه من تباع 20 تيكيات رانا خاوة احنا من بكري متفاهمين، بصح وشنو نقولوا لهم ينقصونا من تيكيات بيسك في الاول لونساوه نورمالمون 30,000 ومن بعد قال لك يا ودي 50,000. احنا نشوفوا بالو نحبوا مولوديا، ما عندنا حتى حاجه عزيزه، احنا ابار مولوديا هاي لك راك تشوفها ملك شاب قاره من لهنا يحبوا مولوديا. ولان قمه من حجم الاتحاد والمولوديه عاده ما تخطى صداها حدود العاصمه وما جاورها، فقد تم وضع كافة الترتيبات في الحسبان، أهمها الوقوف على كل كبيرة وصغيرة فيما تعلق بعملية بيع 50,000 تذكرة على مدار 3 أيام تقريبا. اليوم خصصنا 50,000 تذكرة، اليوم درنا 13 شباك، كل شباك عطينو 2,000 تذكرة، وكل شباك عطينو تعليمي ما يزيدش من 10 تذاكر، يعني 5 لواحد 5 لواحد، حنا ولاو تبعش 5,000 تذكرة نبيعو حتى نهار السبت، ما من الجمعة ما خلصوش يزيدو بالسبت. الجماهير وإن قلت أعدادها في أولى أيام العملية، غير أنها أبدت ارتياحها للسير الحسن وللتنظيم المحكم عكس ما اعتادوا عليه من مناظر التدافع والنهوض مبكرا للظفر ببطاقة حضور الديربي في صور أخوية معبرة عن الروح الرياضية بين أبناء سوسطارة وشنوة رغم غلاء السعر. تيكي يا اخو بزاف راه غالي، نقول لك علاه وغالي ماشي عليك كلوب الاخرين اللي سيبورتي الاخرين، هم غالي على اليو اس ما مولوديا هذا ما كان الفرجه انا في سان جوي مع مولوديا شباح الحطه يا اخو 50,000 نومامو هما يخلصونا على بالك، انا مانيش جاي على جالي جوار. ديربي اتحاد الجزائر مع جاره وغريمه المولوديه عند جماهير الناديين وغيرها يعد المناسبه الامثل لامتزاج الفرجه الكرويه والمتعة على مدرجات ملعب 5 جوليا الأولمبي. هدوء مدرجات ملعب 5 جوليا الأولمبي من دون شك هدوء سيتسبقه عاصفة اسمها الكلاسيكو طرفها المولودية والاتحاد، جمهورهما من المتوقع أن يصنع لوحات فنية قل نظيرها في ملاعب المعمورة. من ملعب 5 جوليا الأولمبي أمين بن مهني لجزائر نيوز.